نتلعب عليها. ايه اللعبة الجديدة اللي انتوا طلعتوها دي؟ ما بقاش نعرف ننام منها. هو في ايه يا عم الحاج؟ بلاش نلعب شوية زي الناس. انت كمان بتشوح؟ ايه قلة الأدب دي؟ انت بتزعل ليه يا عم الحاج؟ انا عملت ايه يعني؟ مش عارفين انت عملتوا ايه؟ انتوا بتصحوا لي باللعبة اللي بتلعبوها ديت وتقلقوا لي من الفجر. معلش يا عم الحاج، احنا عارفين اللي احنا عملناه ده.